السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا بنعاني من مشكلة بطء الويندوز بعد فترة من الاستخدام، وغالبا بنضطر ان احنا ننزل نسخة ويندوز جديدة عشان نتفادى المشكلة دي. النهاردة ان شاء الله هنشوف طريقة سهلة وهنتعلم ازاي نقدر نقوم بتسريع الويندوز عن طريق ازالة الملفات المؤقتة بدون برامج. فلو جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب بتاعك بطيء، في الفيديو ده هتلاقي الحل. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنقوم بتسريع الويندوز خطوة بخطوة، وهتعمل الموضوع ده بنفسك. أول حاجة هنقوم بالضغط في لوحة المفاتيح على مفتاح الويندوز ومفتاح حرف الR مع بعض في وقت واحد. هيظهر لنا دلوقتي نافذة جديدة هنكتب فيها كلمة بريفيتش وبعدين ندوس اوكي. وزي ما احنا شايفين دلوقتي ظهر لنا صفحة جديدة فيها كل الملفات المؤقتة اللي احنا عايزين نمسحها من على الجهاز. كل اللي احنا هنعمله هندوس على مفتاح كنترول ومفتاح حرف الA مع بعض عشان نحدد الملفات دي كلها، وبعد كده هنضغط على مفتاح ديليت او حذف عشان نمسح الملفات دي كلها. وبكده نكون مسحنا الملفات اللي موجودة على فولدر بريفيتش. وبنفس الطريقة هنكرر الخطوة الأولى مرة تانية. هنقوم بالضغط على مفتاح الويندوز وحرف الR في وقت واحد. هتفتح لنا نافذة هنكتب فيها كلمة تم وندوس أوكي. هتظهر لنا دلوقتي الصفحة اللي فيها الملفات المؤقتة اللي احنا عايزين نمسحها من الفولدر ده. هنحدد الملفات اللي موجودة في الفولدر كلها، هندوس على مفتاح كنترول ومفتاح حرف الA. بعد ما نحدد الملفات هندوس على مفتاح ديليت أو مسح عشان نمسح الملفات دي من الجهاز. وبكده نكون مسحنا الملفات اللي موجودة على الفولدر تم. الخطوة الثالثة هنقوم بالضغط على مفتاح الويندوز وحرف الR في وقت واحد، وبعد كده هنكتب كلمة تم، بس المرة دي هنزود علامة 100% في أول الكلمة وفي آخر الكلمة، وبعد كده هندوس أوكي. هيظهر لنا دلوقتي الصفحة اللي فيها الملفات المؤقتة اللي احنا عايزين نمسحها من على الجهاز. هنحدد كل الملفات بكنترول A، وبعد كده هنمسح الملفات دي كلها بالضغط على زرار ديليت أو مسح. شكرا على المتابعة، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو واشتراك على القناة.